الله يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي. اليوم والله طبقنا طبق فاصوليا خضراء مع قدامه رز بشعرية صحن تبولة، ما شاء الله تبارك الله. تفضلوا شرفونا، احلى طبق فاصوليا خضراء. شايفين شي بتشحي ما شاء الله عليها. اليوم طبختنا فاصوليا صلصة البندورة، طبعا عندي 1.5 كيلو فاصوليا وكيلو لحمة بعظمة فهمت، وفارم اللحمة شوي شايفين شو راس العصفور اسمها، وخلي فيها العظم وفنجان زيت عشان اقلي اللحمة، خليها تستوي اقلي اللحمة بعدين اغمرها بالمي شوي اتركها شي ساعة نار هادية تستوي اللحمة. معي توم، فلفل ملح، معي صلصة بندورة ورز بشعرية بدي ساوي، وتبولة ناعمة 3 جرز بقدونس، فنجان قهوة برغل ناعم، بدي ساوي تبولة جعبالي له. هي المكونات معنا، بدي اقلي اللحمة صار تقلعي اللحمة، بدي اقليها تقلعي بعدين اغمرها بالمي كلها تستوي. كيلو لحمة تقريبا بعضنا، بس يعني انا فرمت اللحمة اللي فرمت معي والعظم اللي ما حطيتها بقلب ال عندي الثومة كمان بدي اقليها تعطيني الحطيبة مع اللحمة. تركب بعدين شي على الساعة النار، طلع مي هلا تقفل الساعة، تكتب معي اللحمة منيح على النار. بعدين برش نص معلقة ملح صغيرة، ملح بعدين بظبط لها، ملح ما بدي احط ملح هلا، بعدين بظبط الملح، ومعلقة صغيرة فلفل أسود. وحطيت معلقة صغيرة كزبرة يابسة، حب نسيت ما قلته، هذا كزبرة يابسة بودرة بقلب. هلا بدي اغمر شوي بالمي خليها تستوي اللحمه مع النار. المي سخنه طبعا، بدكم تحطوا مو بارده، مي سخنه. وهلا بنغوص الغاز بهدي طبعا، خليها تستوي على ما احلى اللحمه بقى، شغل الساعه بتستوي اللحمه معي. حطيت فنجان قهوه زيت، بدي اقلي الفاصوليا انا أو اللي هي بتحطوا بتقلي أو سمنة بتقلي الثومة. بيقلي الفاصوليا طبعا بتستوي اللحمة على النار، بتستوي تقريبا اللحمة طبعا، اللحمة عم تستوي. ملح وكزبرة يابسة، بودرة كزبرة يابسة وملح وفلفل يحطون ونصلعهم. فاصوليا طبعا أنا غاسلتها،
الجيران ولا أدير كاسة مي. بس منيح الفاصوليا والله ما كانت تسوي منها الدبراز عليها، شايفين؟ بس لا تسوي بقى بسقط اللحمة وسقط البندورة بقلبها. طبعا أنا طحنة كمان 4 بندورات ضربتهم بالخلاط يحطهم مع صلصة البندورة. طبعا بحضر قدر كاسة رز، كاسة شعيرية بقلبها ومحمصوها، حاطة معلقة كبيرة سمنة ومعلقتين زيت نباتي. طبعا عم نحركهم لتصير لونها ذهبي. صار اللون الذهبي، حطيت الرزات عم حمصهم شوي. هلا بدي احط الملح والفلفل بقلبها. ندوق ملح ونظبط ملحه كمان. هلا بدنا نحط له قدر 3 كاسات مي، لانه المي كاستين رز انا حاطه. المي سخنة اسرع. ايوه هذا كمية المي منيحة مناسبة. هلا بدوق ملحه، نظبط ملحه ومنغطيه. شايفين وسط الغاز عليهم، هلا عم هدي الغاز عليهم للرزات اللي يستووا بقى لمدة 10 دقائق ربع ساعة. نترك الغاز نايس بالمرة ليتهدوا بيستووا معنا. طبعا أنا الرز بنعاونه قبل من نص ساعة بوصله بنعاون. سقت هلا استوت الفاصوليا عندي، بسقت البندورة اللي خلطها الخلاط اللي بحبها. نزل صلصة البندورة بقلبها. حطي كمان نطلع من الزبط. طبعا انا حطيت له ورقتين غار وحبتين هي بقلبهم كمان. خليهم يتقعدوا شوي مع اللحمة يصيروا طيبين. يعني اكلتنا صارت تقريبا جاهزة، 10 دقايق بكون جاهزة للأكل عشان اللحمة تنلغي بصلصة البندورة. يعني دقيقة تانية نطفي عليه هنا الغاز، استوى الرز تقريبا يعني دقيقة نطفي الغاز عليه. الفاصوليا عندي استوت كمان. شوفوا أنا حاطة بندورتين فرمتهم نعناع وبصل أخضر وثلاث باقات بقدونس، فنجان برغل ناعم صغير قهوة. هلا الملح والفلفل والليمون، زيت الزيتون طبعا هلا بدي اخلطهم مع بعض. تقولي طيبة انت ما اكلناها طيبة من لاقية. نحن نحط الزيت قلبه هلا بنخلطها منيح.
نشاط الطفولة، ولا أروع من هيك تبولة ما شاء الله. شايفين؟ شايفين؟ صار جاهز للأكل. شايفين؟ دي زينبة. حطيت الثوم مدقوق قلبه، صوت الاكل تاعنا رح اطفي الغاز عشان تظل ظاهرة نكهة الثوم. شايفين ما شاء الله تبارك الله، فاصلية خطرة ولا اطيب من هيك ما في. طفيت خلاص ما شاء الله تبارك الله. شايفين طبق تبولة، فاصولية، صلصة البندورة خضراء، دامة، رز، ما شاء الله تبارك الله. حبايب قلبي لا تنسوا اللايك، الله يوفقكم ويجبر بخاطركم. صايمين طبعا، هذا فطورنا أنا وبنتي ما شاء الله، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. الله يسعد لي أوقاتكم حبايب قلبي، ربي يوفقكم ويجبر بخاطركم يا رب. وطبعا بعد العشاء تحلاي فواكه، كاسة شاي، فنجان قهوة، بتعرفوا بيحط الواحد بعد العشاء بيتعشى. كنا صايمين أنا وبنتي، شايفين ما شاء الله تبارك الله، أحلى تمر هندي كمان وكاسة شاي وطبعا فنجان قهوة كمان. لهالأشياء من بعد العشاء، من بعد ما تعشينا سويناها.